أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية الإماراتية بنيت على أسس صلبة تجسد وشائج الأخوة والتاريخ المشترك وتمثل نموذجا متقدما للعلاقات الأخوية والاستراتيجية. نعم، أشار السمو إلى أن أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحظى على الدوام برعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تطويرها والدفع بها نحو فضاءات أشمل على كافة الصعد. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر قضيبية اليوم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أملاء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث رحب سموه بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وأشاد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده مساراتها من تقدم وتطور في كافة المجالات. قد نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحياتي وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والنمى، فيما حمله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنقل خالص تحيات سموه إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لشعب دولة الإمارات الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص المستمر بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والدفع بها نحو آفاق أوسع متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مادبة غداء تكريما لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق.